حياك الله يا خالد، سعد الله مساك. هذا ما شاء الله سلم الكر الجديد. تكون من كم قطعة؟ من 4 قطع. اي يعني قطعتين عند الرج وقطعتين فوق. طيب ورنا شلون الطريقة على اساس ان اللي عند الرج ده صف عند الرج. هالطريقة هذه. ايوه. وكله على كبر النخل. اي ما شاء الله. لو جذعها كبير اثنان هنا. ايه. خليها على الثالث 2-1 كله على جذع النخل. ممتاز. الحين هذا وسط نخليها 2. يعني في مقاسات من الكر هذا. خليها 2. ايه. لو كبرت توسع ها؟ لو كبرت نوسع الاسنان. ايه. ممتاز. هذا جاهز الحين. هذا صار على المنطقة السفلية الرجلين. ايوه. وبعدين؟ هذا فين؟ اها. يلا. اركب كذا. هذا الحديد. انت تمسكه هنا بجسمك تمسكه اول ها؟ ايوه. هذا الحديد يفرق لك على الذي تحت. ايه. هذا فيه صفائح هنا. ايه. على الذي تحت ما في موجود. ايه. وهذا طبعا لو انقلب كذا ما يركب ذلك. ايه. من اجل التوازن. ايه. لازم يجي كذا الحديد هذا من فوق. من فوق ايه. ايوه اركب كذا. طبعا هذا نخليها 2. ايه. نفس المقاس الأول. نفس المقاس الأول. عرفت روح عباس؟ تعلم يا عباس ها؟ الله أكبر. الحين جاهز. خلاص كذا جاهز ها؟ أيوه بس الحين نرجع على النخل. يلا ورانا يا خالد خلينا نشوف. بسم الله. إيه. الحين هنا. هالشكل ها؟ أول كذا الحين. إيه. أول ترفع كذا هذا. إيه. ممتاز روح. هذه طريقة آمن بإذن الله. لا ولا اللقاط. ايه. وكذا. ما يخالف. ما شاء الله. حتى كبير تلقى كذا. ايه ممتاز ممتاز. طريقة النزول لا واستدير لف لف على النخل. هذا لو بغى يستدير ويلف على النخل كذا بهالشكل. والنزول شلون؟ النزول اول الذي تحت. ايه. من اجل تاخذ مسافة لهذا. يلا ورينا. ترفع رجلك هذا اول من هذا تنزل جد تحت. ايه. ممتاز ممتاز. عافاك ربي. هذا سلم الكر الجديد. طبعا طريقة شفناها قبل. والحين في احد الاخوان يوفر بحائل. وبحط لكم رقمه. عسى الله يوفق. حتى يجي اخونا خالد يشرح لكم طريقة الاستخدام.